وريني شويه كي يجيك زهرتنا اليوم بالذهب هذا شنو ذهب ولا فالس؟ هذوما عطوني فيهم 113 مليون ما حبيتش نبيع. هذوما الذهب خالص. ماهوش ذوق 24 ماهوش ذوق 18 ماهوش ذوق 60 هذا ذهب خالص. وريني هناش عندنا مصروفنا اليومي اللي نحكوا عليه كل يوم. مصروفنا اليوم اللي نحكوا عليه كل يوم شو نورو يا راجل؟ اودي عليك امان الله وريني ايش عندنا هنا. ما شاء الله ذا مصروف اليومي. مصروف اليومي لا قد مش مبرشا زوز مليون وشوي. زوز مليون وشوي مصروف يومي. مين مصروف يومي ما شنو؟ من اين لك هذا؟ من اين هذيك المصيبة؟ انت اليوم نجم نقولوا معناتها سواقمان تاع تونس ها؟ سواقمان تاع تونس اقل شوي. اقل شوي. كرهبتي فهمت اللي نصب لها يومين ب 150 الف مزود. علاه؟ شنو؟ ها؟ لا بورشا هاي. وريني. اخر صحيح. وريني كل الايفون. باهي. بكا الذهب. بكا الفلوس. الاثنين باش تروح بعد الونس. شنو تحب انت اللي نروح انا وين؟ عسلامة خويا الله يسلمك. يا كاميرا تبعني يا كاميرا اهبط لي اللوطه يا كاميرا امشي معايا امشي معايا وريني هناش عندنا عندنا مصروفنا اليومي اللي نحكوا عليه كل يوم. مصروفنا اليومي اللي نحكوا عليه كل يوم شو نورو يا راجل؟ اودي عليك امان الله وريني ايش عندنا هنا. ما شاء الله ذا مصروف اليومي. مصروف اليومي لا قد مش مبرشا زوز مليون وشوي. زوز مليون وشوي مصروف يومي. مين مصروف يومي ما شنو؟ انا دايخ. لا ما تدوخش بسم الله عليك. عادي معناتها زوز مليون محطوطين كيكه في جيبك ما تخافش نقول لك ذهب عادي. شيء اكثر من عادي. ما جوست دور بيه كم صاحبي بورقيب ولا دور في البلايص الكل؟ دور في البلايص الكل في حوم الشعبيه الكل انا ولد جبال جلود القديم انا حومتي تو في نعسان. سامح. انت اليوم نجم نقولوا معناتها سواقمان تاع تونس ها؟ سواقمان تاع تونس اقل شوي. اقل شوي. فما حاجه صارت في الكواليس خلينا نحكيوها. فما بنات بنية ما غير ما ظهرها شافت الفلوس شافت الذهب وقفت ضربة ستوب قالت يا ميمتي يا ميمتي وريني الايفون تبعني يا كاميرا اهبط لي اللوطه وريني الايفون هز لي فوق وريني الايفون ما شاء الله اللهم بارك فيك سيدي بقى لك الستر امين والله باهي توا يتفرجوا فينا الكل شو السر يسالوك السؤال العادي من اين لك هذا؟ من اين هذيك المصيبه؟ يا ربي سبحان الرزاق ربي ربي رزاق نتعرفوا عليك شوي اي خويا انا فتح سامح حيدك فتح انا نخدم في الحوت نبيع في الحوت نشتري ونبيع كم احتراماتي للخدمه بتبيع نحترمها وخدمه ما شاء الله ولكن الخدمه هذه معناتها هي تعمل لك الفلوس هذا كله تعمل لك الذهب نشوفوا فيه اي لا ما كنت صافي لونتون كنت في ايطاليا قبل كنت قبل صافي لونتون في ايطاليا خدمت على روحي الحمد لله جيت عملت كريبه عملت شويه فلوس نخدم شويه حوت وكاو طيب قول قايل ما تسمحني الفلوس بلاصتهم في في البنكه والا في الدار لا عندي فلوس في البنك عندي فلوس في البنك وهذوما رجعوا دو بوش يا رسول الله راك تحكي لي على مصروف يومي زوز مليون واش راه شبيه زوز مليون برشا فلوس زوز مليون ما يجيبوش فريجيدير زوز مليون وريني شويه كي يديك زهرتنا اليوم بالذهب هذا شنو ذهب ولا فالس هذوما عطوني فيهم 113 مليون ما حبيتش نبيع ذهب هذوما الذهب خالص ذهب خالص ماهوش ذوق 24 ماهوش ذوق 18 ماهوش ذوق 60 هذا ذهب خالص تجاوز سمعت هذا ذهب يعني 100% ذهب 100% ذهب 100% 100% نحط معك اختار تو قدام رجال الجمل نمشيو تو انا نتحداك نمشيو لاي ساغي تو ونشوفوا نمشيو للخبير ونعطيك تو زوز ملاين سيك كان يطلع ذهب كان يطلع ذهب تعطيني انت قدام رجالي 100000 ياخذ 100000 كان ما طلعوش ذهب ناخذ زوز ملاين نعطيك زوز ملاين ومعهم الايفون ومعاهم الايفون لو يتفرجوا فيك الكل ما مستغربين توا بلادنا في اسبق اقتصاديه كبيره برشا والتونسي مسيك ما عندوش فلوس والتونسي واحد ما شاء الله انت ما شاء الله سامحني ذهب من راسك لساسك الدور قلت لي زوز مليون واش هذوما جوج مصروف نتاع اليوم هكا هاو شنو هو هذا؟ احنا وين؟ نحن في تونس نحن في تونس وين نحن؟
سن يخدم على روحه وربي يبارك له، واللي يخدم على روحه وربي يبارك له. هذا هو ثراء الفاحش بعينه معناتها. لا والله لا، لا والله لا، علاش ثراء الفاحش؟ علاه؟ الكبارات الكبار الكبار، علاش من أنا الذهب اللي عندك كل لبس واللي عينه من اللي عندك؟ لا لا هذوما هما اللي عندك أو. انت سبق وتعديت معايا قبل وعملت ضجه كبيره برشا وبرشا عم يحكيوا ما تحكيوا معانا وقالوا لنا ايه كيفاش معناتها كيفاش تعاملوا معاك العباد كيفاش كنت الغزره نتاعهم احكي. لا ما عنديش مشكله في نظريه الناس فهمت، لكن شنيا فهمتني ثم السلبي هو رسول الله عليه الصلاه والسلام فهمتني، في انتقادات فهمتني، لا في سلب وفي ايجابي، كل مخلوق فيه سلب وايجابي، واللي حب يقبل يقبل ما حبش يقبل ندعو له ربي سبحانه مش يوفقنا يوفق. المسلم لازم يكون ديما سباق وديما يكون لبيب، يعني اذا انسان يعني محتاج نحاولوا نعاونوه على قدر المستطاع، ما احنا مش كبار 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 كبار، احنا نخدموا على رواح، احنا كي تبدا ثم يد مساعده نساعدوا الناس علاش لا. شنو الخدمه اللي خدمتها اللي جابت لك برشا فلوس؟ خلينا نمشيوا احنا معاك، انا واحد من الناس زاد نمشي معاك، خلينا نجيبوا شويه فلوس من اللي جبت انت. نخدم على روحي، انا نفيق من نصف الليل نجيب في الحوت. نجيب الفوت هو اللي عطاك الذهب هذا كله والفلوس. اي علاش لا انسان يكون ما عندش، انا سبورتيف لا نتكيف لا نشرب لا نعمل في حتى موضوع. اليوم الشر الحوات اللي نعرفوهم معناتها مساكن اللي يسكر حانوت اللي يقول لك يجعلوش نخلص خدامتي يعني. كل واحد كيفاش، انا خويا يعني من الحوت ما عنديش حتى موضوع اخر، نخدم في الحوت نشري ونبيع. انت ماك الحيتان الكبرى ظهر. لا 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 ولا لا بالعكس، لا بالعكس. انت اللي يعيشوا لبرا انت. بالعكس. الحوت الكبير انت. لا ولا بالعكس، نخدم في الحوت وربي مبارك والحمد لله. والله وعندي فاتورات والحمد لله، فاتورات وكل شيء. اي 100 100. هو عندنا قانون تونسي يمنعك باش تدور معناتها بعمله تونسيه تفوت ل 5 ملايين، هذا القانون نتاعنا. باه انت في جيبك قلت لي قاش عندك؟ 2 ملايين. 2 ملايين شويه حاجه كيما هكا. معناتها قانونين عندك حق تدور بهم. وين ندور بهم؟ فهمت شنو 2 ملايين؟ مش ما يجيبوش فريش دير تو. 2 ملايين يكملوا لك اليوم نهار ولا؟ لا يكملوا لي بالمرتاح ويبقاو. يكملوا لك بالمرتاح. يكملوا لي هكا. يكملوا لك جمعه؟ والله شوف من غير مبالغ، مش انسان ما يكونش مبالغ، تنجم كيما اليوم نصرف 100,000 كيما تنجم تصرف 600,000 عاديه الحكايه فهمتني. انا كرهبتي فهمت اللي نصب لها يومين ب 150,000 مزود. علاه؟ شنو؟ عمر؟ ها؟ لا بورشا هاي. وريني اخر صحيح. عندنا مفتاح البورش، سامح وريني لحظه كلمه، هذا مفتاح البورش. وريني كل الايفون. باهي وكا الذهب وكا الفلوس. مش تروح انت؟ كيفاش؟ من اثنين باش تروح. شنو تبني باش تروح؟ ما فهمتكش. من اثنين باش تروح بعد نونس. منين تحب انت منين نروح؟ انا وين؟ فلوسك في البنك ولا في الدار؟ في البنوك. في البنوك؟ هاي. مش بنك. لاباس. علاش حاسسني كنت تجبد فلوسك بالبنوك اقتصاد تونس باش يبرك معناتها. علاش؟ علاش؟ علاه؟ 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 لا لا علاه؟ علاه؟ والله شوف واحد المسلم راه ديما يكون كما قلت لك بكري سباق. فهمتني يا ربي سبحان سبق ظهري برشا سبق ظهري برشا انت ربت انت. لا خير ان شاء الله، خير ان شاء الله خير. والله شوف كما قلت لك نحب نزيد نعلق على الفيديو اللي نتاع عام 2019 نتاع الكامورا الايطاليه، وثم شكون يعني ردود فعل يعني جت ماك في بالك بها، يعني ردود فعل يعني اجنبيه يعني من تولي مود. الازمه ديجا كبيره برشا، حتى في ايطاليا تكلموا قالوا نعرفوه وصار برشا كلام كامورا فهمتني. صراحه نغتنموا الفرصه استنصح وليداتنا وصغيراتنا توا اللي بالحق اللي في مخه اكل حرق يقول لك نمشي غاديك نخدم، خلينا نقولوا نخدم في النوار وراك شنو نقول لهم؟ ما كانت رده فعل كيما كي وكانت سلبيه فهمت شنو نقول لهم؟ تو الوقت الراهن، الوقت الراهن خلاهم في نقطه استفهام بالنسبه لي انا صغنا في دوامه غاديك في متاهه يقول لك انت نمشي كيما انت عملت الذهب والفلوس هذه كل حتى انت نمشي نعمل الذهب والفلوس نروح بورش يعمل برميس ويمشي يعمل البرميس ويمشي يعمل اوراق ويمشي علاش لا؟ اوراق ونجم يجي يعمل فلوس هكا برشا فلوس ويروح. اذا ربي سبحانه يوافقه يعمل حتى انا فلوس عملتها في ليبيا، انا فلوس انا فلوس عملتها في ليبيا، انا فلوس عملتها في ليبيا في ايطاليا عملت في ايطاليا وعملت في ليبيا في ايطاليا وبرشا في ليبيا. اي نخدم بالحلال روح نخدم بالحلال. سامحني معناتها سامحني ندخل شوي في خصوصياتك، شنو الخدمه اللي عملت لك الفلوس هذه كلها؟ هو الحوت كما قلت لك نخدم في الحوت تجاره ماهيش موازيه راهي، اما تجاره 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 نشتري كونتيتي كبيره معناتها. اي نخدم بالكبير، اي نخدم بالكبير. تصور انت كل يوم مثلا كما نقولوا نحن ناخذ في 120 تيلار سردين اكزومبل، كل تيلار فيه 5000 برك ارصاص سول والكالمار كافيال لانجوستا. بصراحه هذا انا واحد من الناس ما قنعنيش
باه ما نعرفش الناس تتفرج فيك باش تقنعهم ولا بكلمتين هذوما، ما تصورش معناتها انا عندك في التجار 5000 تعمل فلوس هذه كله تعمل اللي قاعد شيء الثراء اللي قاعد نشوف فيه هنا تو. لا ولا لا عمر عاد، لا ولا عمر عاد.